للواقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي ندوة دورية مشتركة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس الجالية المغربية بالخارج. مشاركتي في هذه الندوة الدولية التي تنظم في إطار معرض الكتاب، وهذه الندوة ينظمها اليوم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع المجلس المكلف بالجالية المغربية بالخارج حول موضوع الجالية المغربية بالخارج. والكل يعلم أن هذه الجالية تمثل جزءا كبيرا من المغاربة، وهي يعني رأس مال كبير بالنسبة للمغاربة من كل النواحي، من ناحية الاقتصادية، من ناحية الاجتماعية، من ناحية الثقافية، ومن ناحية أقول حتى الحنينية، لأنه حتى بعدما يغادر مغربي المغرب ليحل ببلد آخر إلا ويبقى دائما قلبه معلقا بالمغرب. واليوم ننظم هذه الندوة في موضوع القضايا القضائية التي تهم هذه الجالية وتهم المغاربة كاملين. مداخلة عن التجربة منذ أكثر ما يجوز يناهز 40 سنة عن قضايا المغاربة بالهجرة، وبعض الحالات يكون انتقاد ما بين قوانين ديار الإقامة وكذلك القضاء المغربي. فإن شاء الله هاد الجلسة غادي توضح لنا أكثر كيفاش يمكننا نجتهدوا باش يكون واحد الأقل قضاء ينصف ويكون بصالح المرأة والرجل، وكذلك يأخذ باعتبار ديار الهجرة وبلد الإقامة الذي نعيش فيه، لأن غالبا ازدواج الجنسية يعني ازدواج قوانين اللي يمكن لها تأثر علينا، واحد بالإيجابي والآخر بالسلبي. فإن شاء الله تكون مناقشة موفقة إن شاء الله. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.